اشتقنا لهاي اللحظه والله اشتقنا لها. دوينا ضواء ومطبخ دنيا دنيا ودي محجاوي منوريتنا اليوم. دانا صباح الخير، اسمحي لي بس هيك اقول للناس كل سنه وانتم سالمين يا ربي، وكثير اشتقت اني رجعت لانه بالرغم من انه احنا بنحب شهر رمضان والعيد بس هيك صار في فوضى. واحد بتعرفي يعني نهارنا ليل وليلنا نهار والشغل نايم فيعني الواحد حلو يرجع كمان للروتين كله حلو تغيير. كل عام وانتم بخير. لما كنا برمضان على هذاك الستك وتفرج على المطبخ انه اشتقنا للطبخ والاكل عن جد. فاليوم كمان دانا عم بفكر بما انه رزان لسه هون خليها تدخل عنا على الفقره. رزان رح تزعل منا ليه؟ لكل دي سنة. لا يلا رزان تفضلي حبيبتي. صباح الخير. أهلا صباح النور. كتير اشتقت لك أنا كمان. اشتقت لو اصفانك. أيوة يلا. هلا أكيد اليوم ما في كريمة وكتير أشياء. شوف هلا أنت بس تعب وأنا هذا فرح عمل زي. شو هلا تطلع أطول مني. اليوم ما في كريمة أنا عشان هيك تجرأت إني أدخلك على. بس ديما حتى لو في كريمة نحن دائما بنقول إنه مش الأكل الصحي إنه ما ناكل هاي الأشياء أبدا. إنما قد إيه بندخلها وكيف بنغيرها. 100%. وانا شخصيا الوصفات تبعتك يعني اختي اول شيء من الاجازه حبيبتي كريستينا بدي اسلم عليها على فكره اوجه لها تحيه لكريستينا كل يوم بتعمل لنا سلطه ديما وشاورما دجاج ديما عن جد عن جد كثير بنبسط لما اسمع كثير عم نحبها بس هذا ما بنكر انك حكيتي لي اني نصحانه من ديما برضو انا اي انا لا انا قلت لك حليانه بس نصحانه حليانه حلو عليك انه مش نصحانه غلط انت نصحانه شوي بس حليانه شوفي كله حلو عليك طول ما هو صحي اتفاين يلا ارفعوا لي معنويات بدك ترفع معنويات حبيبتي لا انت كنتي اندر ويت هلا صار كثير عن جد اكزاكتلي على كل هو دائما هيك رمضان انه مثلا في ناس بتنصح ناس بتزيد انا مثلا اول اسبوعين نزلت كثير وزني بعدين اخر اسبوعين لما رجعت تعودت على روتين عم رمضان رجعت اكل عرفتي اكل بالليل وكذا يعني طب اليوم بنعمل برجر جاج برجر جاج خفيف كثير ورح نعمل شيء اسمه ماكرون جوز الهند في ناس لخبطوا فكروا انه رح اعمل الماكرونز اللي هم الوصفه الفرنسيه رح اعملها لانه الكل يتحمس هذيك بتنعمل باللوز المطحون وبياض البيض هاي بياض البيض وجوز الهند هاي شيء ثاني بس ان شاء الله لقدام بنعملها لهذيك الوصفه كمان اوكي انا كثير مهتمه بموضوع البرجر جاج علشان اكيد هلا كثير ناس كمان من اللي بحافظوا على وزنهم لازم نعمل هاي الاشياء بالبيت صح لانه طول ما انت عم تعمليها بالبيت بتقدري تتحكمي بكميه الدسم بطريقه الطبخ شوفي رح تستغربي يا رزان انه ما بدخلها ابدا دسم واحده من الاشياء اللي كثير كثير ضروريه طب قولي لي المقادير هلا بتعرفي شو المشكله المقادير عندنا ثلاث صدور دجاج هلا نشوفهم على يلا اعطيهم خلينا نكتبهم المشكله انه عم نحب كثير احنا هاي الاكل السريع وعم نسمع كثير في مشاكل في المطاعم فعن جد لما نتعدى رمضان بعد ما طلعت كمان قصه على المطاعم يعني هو انا اصلا ايش هاي القصه جوزي هذيك المره على الساعه 11 بالليل هلا بيقول لي ليش حكيت القصه على بس رح احكيها قال لي هفع نفسي برجر بده يقوم يجيب على 11 بده يوصي قلت له ايش على 11 بدك تتحداني شو انت عملت له برجر عن جد سريع هاي المقادير اذا يلا ابدي ثلاث صدور الدجاج مفروم ناعم اربع قطع خبز توست مطحون ناعم ومعلقتين كبار من الحليب بصله مفرومه ونص كوب من جبنه بارميزان مبشوره ملح فلفل اسود حسب الرغبه ورشة فلفل أحمر حار بودرة أيضا معلقة صغيرة من بودرة الثوم وخبز برجر شرحات جبنة مخلل بندورة خس مايونيز كاتشب وبطاطا مقلية للتقديم أوكي. شو وضعك مع البطاطا المقلية؟ معلش ما أنه كل هي مقلية هلا أنا دائما بشوي يعني دائما بدل لو ما تستعمل الفرن ما تستعمل الغاز نفس الطريقة الفرن نفس الطريقة على فكرة أصابع تكون زي البطاطا المقلية أنا مرات بعملها شوي كتير طيبة إذا كان البرجر كتير دسم ما بنعملها مقلية والكمية كتير بتفرق يعني أجين ما بنقول إنه إحنا ما بدنا نتناول بطاطا مقلية بحياتنا أبدا إنما قديه كله بالاعتدال اكزاكتلي المقادير كثير حلوه انا ما رح ابقى معك دي ما خليك تكملي بس اسالك سؤال هلا انت عم تستعملي التوست هلا هذا ماسك اكثر شوفي له وظيفتين اولا احنا هنا ما بستعمل انا القرشله المطحونه اللي بجيب العلب اصلا هي رزان رح تقول لكم قد ايه فيها اصلا مواد حافظه واشياء زياده بحطوهم لانهم بحمصوا الخبز وبزيدوا له كثير شغلات فانا دائما الخبز حتى مرات خبز البرجر بفضي الحشوه تبعته وبطحنها او التوست بكون قايمه الحفا هلا هذا شو بيعمل انا بدخله جوا الخلطه وبرضه بحطه برا عشان يعطيه الكوت انه يقرمش هلا هذا بيطري اللحمه لانه انا رح احط معلقتين حليب معاه جوا الخلطه الدجاج كثير منيح فكتير بيطريها وبنفس الوقت بيعطيها الكوت اللي هي بتعطيها زي تغليفه مقرمشه فكتير طيبه بصير اضيف شيء طبعا بصير لو استعملنا خبز قمح مرات كمان عشان احنا عم نحاول ندخل الالياف اكثر شوف مثلا التوست الاسمر
لو اخذتي لانه كثير طري وعلى فكره يمكن يعطي لون احلى بالقلي. اكزاكتلي بتعرفي وممكن شوفان. احنا كثير عم الناس بيسالونا قديش شوفان بندخله. انا بدخله بالبرجر العادي مثلا باللحمه العاديه علشان يخليها تتماسك اكثر. شوفي انا باللحمه مثلا شايفه انا باللحمه برضه بحط على فكره عملنا الوصفه موجوده على اليوتيوب حطينا برضه ابيض فلا يعني فكره للي بيحاول يخفف انه يحط شوفان او حتى ناحيه صحيه. احنا يعني خاصه الشوفان قد بيأثر على الكوليسترول. انا مثلا في بيتي كثير باكل خبز قمح وشوفان يعني كثير بدير بالي. الواحد هلا هاي الايام قد ما عم بسمع امراض وقصص عم بتصير مش شرط انه نحافي ونصاحة. لا صح المهم انا اكل انتم بتنيروني عشان انا لازم اطلع بالمطبخ عشان تعرفوا تطبخوا قادر ما تضلي دقيقه خليكي بعدين بس اذا ضلينا نتحدث ديما ما رح نخليها. طيب صحتك وبحضركم من البيت اكيد. خلص خلص شكرا يا رزان. شكرا. طيب بدي اذكر كمان ديما انه في مسابقه ما حكينا عن الجائزه. هي مش مسابقه مش مسابقه هي جائزه اللي بيحكي معنا يعني ولا في سؤال. أنا توستر للخبز ما نحن نحكي عن الخبز هاي يعني بتحمس الخبز التوست أو الخبز العربي العادي. يعني حابة أقدمها لكم هدية بمناسبة العيد. فرح في سؤال؟ لا ما في ما في سؤال أكيد ما في نص عيدية. هلا أنا هون حطيت ثلاث صدور دجاج. هلا هو تقريبا كل صدر دجاج بيعمل عنا تنتين برجر صغار أو واحدة كبيرة يعني حسب قد كمان بتحبوا سماكتها. في ناس بحبوها سميكة في ناس لا. فأنا بس شوفي قد ايه سهلة إنه بحطهم بدي أطحنهم بس أتأكد إنه موصول الكهرباء دقيقة. هلا أنت راح تزيدي الخبز وال هذا كله بعد ما نطحن الدجاج. دقيقة شوي ثبت. يلا انت بتضبطي موضوع الجزات وانا باخذ نريمان. نريمان الو صباح الخير. صباح الورد. كيف حالك؟ سوري نريمان انا اسفه. كيف صحتك؟ اهلا يا نريمان. اهلا حبيبتي. كل عام وانت بخير. وانت بالف خير يا ربي. شو اخبارك؟ الله يسلمك يا ربي. وجانا كمان كل عام وانت بخير. اشتقنا لكم جميعكم. حبيبتي اشتقنا لك نريمان. وكنت عم تحضرينا بدنيا رمضان؟ والله انا حضرتكم بدنيا رمضان واليوم على ناطحة السحاب انتوا تركتونا من شركم. حبيتي القصة؟ والله حلوة. دائما رح يكون عندنا هيك اشياء جديدة ان شاء الله. ديما اهلا يا نريمان حبيبة قلبي كيف حالك؟ والله عن جد اشتقت لك من قلبي. والله وانا اشتقت لكم واشتقت كثير للبرنامج. بس تعرفي بنتي ما تركت انه كل يوم ماما اسألي عن خالتي ديما. يا حبيبة قلبي حبيبتي ايش اسمها بنتك نريمان؟ عائشة. سلمي عليها يا ربي وبوسينا اياها حبيبتي يا ربي. شكرا يا نريمان. هينا دخلناكي على السحب حبيبتي ان شاء الله. اهلا نريمان. شكرا نريمان نهارك سعيد. شايفه قديش الشغله سهله دانا انه بدل ما نجيب مثلا اللحمه او البرجر او الجاج مطحون عند اللحم تحطيه خلص صار عندنا جاهز وكثير بنضمن نظافة الدجاج بالبيت. بقول لك اللي عنده كمان اطفال او اللي بيهتم لهي الشغلات كثير رح يستفيد من هاي الوصفه. هلا بدي انقل الدجاج لهون واخلطه مع باقي المكونات. هلا ثلاث صدور كم شخص بكفي؟ شوفي هذا اللي عم بقول لك اياه. هلا حسب. هلا في ناس بيحبوها سميكه في ناس بيحبوها رفيعه. هلا مثلا انا هاي قدرت اعمل منها تقريبا خمسه صغار كثير اللي هي هالقد للصغار اما للكبار بتعمل تنتين لثلاثه. ثلاثه تقريبا. اوكي يعني تقريبا معدل انه كل صدر رح يعملنا برجر برضه حسب حجم الصدر. مرات في صدوره بتكون اكبر من الصدوره. بدي اصبح من الفيسبوك على روان عوراني كل عام وانت بألف خير وايات البس. شكرا بتصبح علينا فطوم صالحي حبيبتي سمي عليها كثير ونشمية اردنيه اشتقنا لك اكثر ولارا بنصبح عليك يا لارا. هلا انا دانا عم بحط بس ملح اوكي وفلفل. المختلف بوصفات البرجر تبعتي اني انا بدخل حليب والكعك المطحون او التوست مرات بنقعه بالحليب مرات بحطه مطحون. وهون رح احط شويه جبنه بارميزان مبشوره جوا الخلطه. بس نذكر شو حطينا ملح وفلفل ملح وفلفل وفلفل احمر حار اوكي وحطيت شويه من بودره الثوم أوكي. بس هاي هي خلطه الدجاج. وهلا في عندنا بصله كمان بصل كمان مفرومه صغير مقسمه صغير تمام اوكي. بس هون ايش حطيت؟ حطيت شويه من الخبز المطحون رح احط ما تستغربوا معلقتين حليب. اوكي هلا مرات اذا الخبز عندي كامل بنقعه بالحليب بعدين بحط الخبز ما بتفرق. هذا كثير بيطري الدجاج لما تحطوا هذا الخبز. المتومة على فكره انا عملتها بوصفه الشاورما موجوده على اليوتيوب بس رح اعيدها سريعا. في عده طرق للمتومة. في طريقه اللي بتكون هي بس ثوم وزيت وملح وفي طريقه ثانيه اللي بتكون بدخلوا لها مايونيز وفي طريقه ثالثه مع بطاطا. فهذا حسب الرغبه. انا طريقتي
هي عبارة عن، قبل ما أكمل طريقتي بس أفرجيكم، هلأ رح أعمل حجمها متوسط لهذا الخبز، أوكي؟ فما بدي إياهم لا كبار كتير ولا صغار كتير، يعني رح يكونوا تقريبا هيك، أوكي؟ رح أرجع أغلفهم بالخبز كتير أسكت. ممكن ننقعه بالحليب؟ آه، بدل ما تحطي الحليب على الجاج وتحطي الخبز على الجاج، بكون نقعتهم بعدين بضيفهم على خلطة الجاج وبرجع بغلفهم هيك زي كأنها أرشلة أو كعك. توقع طعمها رائع من المكونات، يعني كتير بتطلع طرية. فخلينا هيك نحضرهم، هذا السمك المناسب للخبزة هاي مثلا. هلا وبالنسبة للمتومة، نرجع للمتومة، هلا أنا شو بعمل؟ بحط التوم، تقريبا بحط منيح توم، 20 حبة توم بحط بالخلاط، وبحط عليهم ملح، مرات بحط ملح الليمون، وبعدين بتنزلي الزيت من حفة الخلاط، يعني زي كأنه حنفية صغيرة هيك مفتوحة، لازم الزيت ينزل شوي شوي حتى ما يفصل عن التوم، وهيك بتكون جاهزة. هاي طريقتي أنا، ومرات بزيد لها معلقة مايونيز أو معلقتين مايونيز حتى نخفف من حديتي. نرجع نذكر انها موجودة على موقع رؤية وعلى يوتيوب، وصفة الشاورما الدجاج عملتها معها. الشاورما شيماء جواد من غزة بتابعنا، بنصبح عليك يا شيماء. وزيد عماد شكرا. ديالا ان شاء الله الاسبوع الجاي رح تكون معنا. زيد غادة رمضان صباح النور، دانا منورت، شكرا يا غادة، سلمي لي عديمة وكل عام وانت بخير. غادة سلمي عليها حبيبتي. هبة حمود صباح الخير، اشتقنا لك. روان العراني ولميس رضوان، زينة قادي بدي اصبح عليها. زينة شكرا، زينة دائما متابعتني على الصفحة. حنين المصري الله يسعد صباحك يا حنين، كمان حبيبتي من السعودية حنين. دانيا ريالات صباح الخير لأحشف، اشتقنا لك كثير، بليز دانا سلمي لي عليها كثير. شكرا يا حبيبتي. وصل. وبريهان ابو ياسين عم تستنيني اخلص. لا انا شوفي انت كملي، بس انا بدي احط البرجر، حطيت شويه زيت. هلا ممكن نشويهم شوي، انا لا قلي ولا شوي، بالنص يعني، حط شويه زيت حتى ما يلزقوا، حتى مش زيت كتير. لا لا مش مش زيت غزير، بس هيني شايفه عشان نتاكد انه الزيت حامي، بنقدر نحط شوي من التوست هذا اللي احنا فارمينه. شايفه هي بلش، ما بدنا النار تكون كتير قويه حتى ما ينحرق معنا. وما بتصدقوا قديش بيخلص بسرعه، لانه الخبز اللي جوا الخلطه بيساعد انه يستوي الدجاج اكثر، فما بياخذ غير تقريبا 4 دقائق على كل شقه. وبعد ما نحطه ما بنضلنا نكبس عليه، انا هلا لانه لساته ناي عم بمسكه هيك، بس بعد ما نحطه ما بنضلنا نكبس عليه حتى يستوي معنا على راحته. كنت بدك تحكي شيء ديما؟ لا انا هيني اموري تمام، بدي ابدا احضر هيك بالصحن تبعي. يلا شو كنت بدي احكي؟ بدي اصبح على شهد خصاونه. ولارا بتقدر تشاركينا تحكينا على الهواء مباشرة لتدخل السحب وتربح التوستر من ديما. رينا عواد كل عام وانت بخير، لينا حياصات، وكل اللي عم ببعثوا لنا على الفيسبوك صفحة دنيا دنيا مشكورين، ضلكم عم تبعثوا لنا للساعة 12:30. هلأ تخيلي دانا تقريبا بدها دقيقتين بتكون استوت، خلص دقيقتين بتكون استوت وصار عندنا غدا جاهز. صار عندنا غدا جاهز. هلأ الخبز البرجر شو عملت فيه؟ فتحته، في ناس بيحبوا يفرغوه، انا ما أفضل. بحب، انا ما بحب ولا يعني. هلا اللي بيحب يختصر خبز وهذا ممكن، بس حرام يعني، الا اذا فضيتوه واستعملتوه لهيك شيء، بس ما تكبوه. طيب ممكن من جوا الخبز. انا هذا ما اخذته من جوا الخبز اللي بالبيت عندي. أوكي. أو يعني مش او بالتوست، بس انا استعملت تبع البرجر. طيب معنا اتصال. اسيل كيفك يا اسيل؟ أسيل أغلبك تعلي صوتك؟ كيفك دانا؟ أنا منيحة، أنت كيفك؟ الحمد لله تمام، كل عام وانتم بخير. وأنت بألف خير يا رب. بس حبيت أعايد عليك وأشكرك على الأكلات الجافية. تسلمي. شكرا يا أسيل. شكرا للمتابعة، وإن شاء الله عم بتطبقوا الوصفات، لأنه جد عم نتعلم أشياء زاكية وسريعة ومفيدة. بدي أذكر أنه تحكوا معنا عشان تدخلوا أيضا السحب لا تربحوا توستر الخبز من ديما، يعني كل الوقت ربع ساعة ولا بالكثير؟ بالكثير لا، يعني تقريبا 5 دقائق بدك على كل شقة. أوكي. معنا بس أقرأ شوي من الفيسبوك. ياسمين سعادة بدي أصبح عليكم، ما في مثل الشيف ديما، أمانة سلمي لي عليها. ديما أسكاك، مين هاي؟ مين الحلوة هاي؟ ياسمين سعادة. تسلمي يا ياسمين، الله يخليك يا رب. ولينا حياصات، صباح الخير. البرجر بنقلة مباشرة ولا بنحطه بالثلاجة ليتماسك ثم لا لا لا، أنا قليته مباشرة، بس تقدر. أنا مرات إنه مش عشان يتماسك، إذا مثلا بدي أحضر تحضير مسبق أو جاي عندي ضيوف بحب أكون محضر حالي، ممكن أحطه بالثلاجة. مثلا أنا هلأ عاملة غدا للبيت نفس هون، محضرته بالثلاجة. منال حاكم بنصبح عليكي. وألاء صباح الخير، مسلم عليكم من إربد عروس الشمال، تحية لكل اللي بيحضرونا من عروس الشمال إربد. ومي صباح الخير، سلمي لي عديمة وعيديها عني. وصل يا مي. شكرا يا مي. إسراء البيطار، عيسى صباح الخير يا حلوين.
يارا مصطفى، يارا كمان، يا يارا ولانا ابو الجدايل اللي بتصبح علينا. سلمي عليهم جميعا جميعا جميعا. طيب اسراء كمان بنصبح عليكي، واحنا مكملين اكيد معكم. هاي برجر الدجاج صار جاهز وراح نحضر وصفه حلو ماكرونز بجوز الهند. استنونا بعد الفاصل، مكملين مع ديما حجاوي ومطبخنا بدنيا يا دنيا.